لطفي اهلا ومرحبا بك. عايشك صافي بليزير جولي بوبليك. بون لي زانيماتور مازلت ما نعرفش. ما كيتفرجش فينا راه. طب شوف. انت طبعا في دارك ثانية. الحمد لله في المغرب. تزول الدار. وي شوف اكتشفت اللي كي نجي لكازا يعني كاني خرجت من الدار نحوس في تونس. جو كونفيام. عنا نفس الوجوه نفس اللغه. انتم زايد علينا تتكلموا بالتسع. بحالاش ورا عطيني مثال. مثلا تقول نحن نقولوا تفاحه انتم تقولوا تفاحه. تفاحه. عندكم الشتاء في الكلام. لا مش احنا اللي كنديروا التسع. انتم كديروا التسع. لا ما نقولوش نحن ما نقولوش التفاحه. نقولوا التفاحه. التفاحه. هذه ايمان اللي كتقولها خويا. تقولوا ثوم. تقولوا ثوم. 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 نحن نقولوا الثوم. شي نتوما اللي كديروا الثوم. قولوا في ليبيا عندكم الثوم جمله. قولوا ثوم. ثوم ها ثوم يقول. ثم تقولوا الثوم. لا ماشي الثوم انت بوحدك اللي كتسمع الثوم. كي تيقول الثومه ولكن هذا تقول الثومه. انا نسمع فيك كي التلفزه المسكره. ايوا تلفزتك اللي خاسره. سا كومونس بيان. سا كومونس اون كلاش. لا 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 مرحبا. انا علاش قلت لك انت بعدا ولد الدار؟ لانك خدمتي في المغرب. خدمت في المغرب اي. خدمت يعني عملت صورت في المغرب ومن بعدها بعامين جيت على مهرجان كازابلانكا للضحك. ما نعرفش نقول لك حيت انا عارفك داير بزاف د الحوايج كتغني وكتمثل وكتشطح وهذا ما نقدرش نقول لك اين مهرجان فيهم انت تقول لي انت. لا لا جيت مهرجان ولا وكانت زاده جيت لمهرجان طنجه خذيت جائزه احسن ممثل. عشت اللي تمويه يعني شعلت هالمغرب كما يقول. سيدي احنا هادشي كلشي غادي نهضروا عليه وغادي نشوفوه. مرحبا.